طبعا الربع الواحد مهما كان في الدنيا اذا دخل منزله جديد وتوبانيه واذا سكن بيته يحس بالسعاده، يحس بالفرح، يحس بشعور ما يحس به غيره. نعم. فالله الله في بيوتكم في الاخره. الواحد الواحد عليه يزين منزله في الاخره. نعم. وبيتك اللي بتحافظ عليه وبتتعب وبتجهد عمرك فيه عشان يكون لك سعاده وسرور في الاخره. ايوه. اكثر فيه من الصدقه، اكثر فيه من طاعه الله. الله اكثر فيه كل شيء يقربك من الله. يا سلام يا سلام. سلامتكم. الله يسلمك. طبعا يا سيف، تعال يا سيف احكم انت ويا سيف. دقيقه، لا ما احكم سيف. هذا من هو فريقه؟ انا وفيصل. فيصل وسيف. نعم. سيف الاكلي، وسيف وسلطان وانا. لا معنا سيف، معنا بس. معنا تبي تبيعي. اخر يا سيف تعال. لا ما انت معنا. ولد. لا والله ما انت معنا. لا والله ما انت معنا. انت في اعداد تشوفوني انا الياباني انا ويا ابو رحمه. اسمع يا ابو رح بنات ذاك وقبلت انت خلاص فارزي. اللي يقرر يا طوال العمار الجمهور عن طريق الاعداد. ابو هادي صاني معكم البيت ذا. صوروا ذي صوروا ذي اعداد. ابو هادي طيب سيف معكم الياباني. سيف العماني. انا وابو رحمه. وانا. وسيف انت لا. يا ولد. راح دولك عربه. طبعا اسمع ترى ايش اقول. ابو هادي انا معكم. معنا نعم. اللي تصويت عن لا ما انت معنا فارجي. ايه ابو رحمه تجيني تركز لي هنا تنكين وتقول معنا. لا ما هو معنا. ذا اللي جايك يسفل فينا قبل شوي. انت معطي الايجار؟ اي دافع. لا ما ادفع ايجار. معطي 6 اشهر قدام. لا ما ادفع. خلاص اي خير. طبعا صوروا يا اعداد ذيه صوروا ذيه وشوف الجمهور. طبعا فريق سلطان. سلطان الدوسري وشرار الدوسري وفيصل الحازم. خلاص. او سيف. لا كلنا واحد لكن قول له يلا دقيقه في حاجه احنا ترى انا وفيصل تركي السبيعي وسالم جديع من الرابع وابراهيم عواد انت رحت معهم خلاص خسرتنا هذا فريقنا هذا فريق نعم وفريقنا طال عمرك انا وسيف سلطان وشنار ومحمد نصف القهطاني الله يحفظ كل جمهور عاد الجمهور هو اللي دفع تجار يعني هم اللي علمونا من الفايز والمستر الهداطي بيعلمنا الاعداد. طيب هذا حطه فوق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمع خلهم بيصولون خلاص لا يا اخوي لا 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 خليك تحت هذه القريه بدون مكيف. لا خليك تحت. 1 2 3 عندكم مكيف اكشن صور يا كنترول صور يا كنترول صور هناك. الموتر يمشي خليك اذا صورتوا شغلوا لنا الشيالك دب 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 وش الدبدوب هذا يبي له بواجه اذا انت التصوير يا اعداد شغلوا لنا اي شيء يا اعداد لا تشغلوا شيء احنا واثقين من الفايز خلاص يا اعداد احنا الرقم الاول الله يرضى عليك احنا الاول الله يرضى عليك يا ولد هذا يا اعداد عرفت اذا بيوت الصين صورتوا خلاص وقررتوا ف ايش دراك نصب علمونا عاد عشان نخليها نقبل عشان نهده صراحة بيتنا فخم. شو بيت ضال شو قايل؟ استغفر الله. استغفر الله. بيتك فخم. بيت معاك عليه ظروف. هنا في تفاصيل في بيتنا بدري عليك تلقاها. كيف مركزي حلو. كيف مركزي. طيب كيف شكون من وراء؟ عادي تبريد عشان ما يخرب الواجهة الكلدي. انتم بيتكم كبير فهمت؟ خلاص بيت. انتظر الجمهور هم اللي قالوا. هذا بالله يلا يا جمهور تراني احبكم يا جمهور والله العظيم ثم والله العظيم. جعلني ما ابكيكم واحد واحد، جعلني ما افقدكم. شو العلم يا ولد؟ والله العظيم اني يلا يا جمهور دوكم ولا شيء، حبوني حبوني جعلني ابكيكم. خليني اروح مطول. ايش مخاطبة الخيال. يجعلني مبكي حلو هذا الراس البيت فيه بعد قهوه شاهي شرب السعد هذه البيابه شرب العجب عيني اي نزايل عندنا نزايل اقلطوا اقلطوا تقعد تقعد يلا انا عزمك صرانه يا لا 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 هوت عصر لا 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 هوت عصر جاهز والمهم لا 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 ها يا ولد من اللي فاز؟ بدون اناناس خلاص ما اللحم فايزين بس الجمهور الحين بيقرر طيب ها يلا انتم الجمهور عطهم على الاقل نص ساعه الجمهور رقود والاول بعون الله بن رهيبه يا لا 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 يا لا لا يا والفوز باذن الله نحنا نقف به والفوز باذن الله نحنا نقف به يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا الله والفوز باذن الله نحنا بنقف به
ما له دبدوب يحطه فوق البيت مودي حتى في الالعاب تعال مودي فوق السطوح ما اللي فاز يا سلطان ترى تركي تركي شو البيت الجهاز ذا يخبى يدق علي سلام يا اخوي.